صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 28 لسنة 2018 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة. نصت المادة الأولى من القرار أنه يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من السيد خالد عبد الرحمن إسحاق ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشيخة عائشة بنت علي الخليفة ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأنسة مي حسن العزمي ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العميد منى علي عبد الرحيم ممثلا عن وزارة الداخلية، السيد خالد محمود السعيدي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم، السيدة رنا أحمد خليفة أحمد ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة، المحامي العام أمين عيسى مبارك ممثلا عن النيابة العامة، السيد عامر سامح الخفش ممثلا عن وزارة شؤون الإعلام، الدكتورة إشراق عبد العزيز العامر ممثلا عن وزارة الصحة، الشيخة نورة بنت خليفة الخليفة ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، السيدة فاطمة عبدالله الضاعن ممثلا عن وزارة الخارجية، الدكتورة شيخة أحمد عبدالله الجنيد ممثلا عن جامعة البحرين، السيدة إيمان فيصل جناحي ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة، السيدة فوزية محروس ممثلا عن الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، السيدة منال علي قطب العوضي ممثلا عن جمعية أمنية الطفل.